عنه قال أخبرنا أبو الحسن وسق سند العمر رضي الله عنه أنه قد لحظوا همة تكون قبل الخطيئة فإنها بعد الخطيئة ونزل الله في ترائيكم. وقال رحمه الله يقول الله عبد وقف عند همه فإن أحدا يعمل حتى يهم فإن الله عز وجل مضى وإن كان لغير الله أمسك. وقال رحمه الله أخبرنا أبو محمد وسق السند إلى سليمان بن يسار كان رحمه الله من أخطأ الناس وجها فدخلت عليه وقت فسامته نفسه فامتنع عليها فقالت إذن أفضحك فخرج إلى خارج وتركها يعني في منزله. قال سليمان فرأيت بعد يوسف فيما يرى عيسى فكأني أقول أنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف وأنت سليمان الذي لم تهم. الله أكبر. نعم هذا كلام طبعا هذا في نظر كبير طبعا. أصلا أنت يعني يقول أن يوسف عليه السلام هم وهو لم يهم؟ ما في أحد من الأولياء أفضل من الأنبياء بحال من الأحوال، ويوسف له المكانة الكريم من الكريم من الكريم من الكريم. وأيضا لم يكن الهم من يوسف، لقول الله تعالى ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الكلام في تأخير وتقديم، وإن كان اللغة ينزعون في هذا الباب لكن هذا الصحيح. ولولا حرف امتناع للوجود، يعني لولا برهان الله لهم بها، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها، يعني الهم من أصله غير موجود عند يوسف عليه السلام. لكن هذا الأهم في هذا الباب، احضروا كل همة تكون قبل الخطيئة فإنها بدوب الخطيئة وتذهلوا عن الله في سرائركم. المعنى إذا جال في خاطرك ما تعصي الله به فلا تتبعن الهم بالهم، لا تتبعن ذلك فيكون عزما فيستقر في القلب فتكتب عاملا في هذا الباب. أحمد أنت فين أحمد؟ يعني خارجات النفس لابد أن تدفعها وتدرأها ولابد أن تقوى على مخالفتها. وفي قول رحم الله عبدا وقف عند همي فإن أحدا لا يعمل حتى هم فإن كان الله عز وجل مضى وإن كان لا أمسك. والمعنى إذا جاءت الهمة والهم للطاعة فاجعلها عزما وسعى خلفها حتى تطبقها، وإن لم تطبق فلك الحسنة فيها. وإذا جاءت الهم أو الهمة على المعصية فإياك ثم إياك، فإن سرت معها وتلكأت وأيضا أقررت صارت عزما، وإن صارت عزما كتبت عليك قبل أن تفعلها، وإن فعلتها كتبت عليك وطبعت. فلذلك كن رقيبا على نفسك وخرجات نفسك وهمك، ولا ترع الهم إلا لله جل في علاه. كلما جال في نفسك ما تعلم أنه حاك في صدرك فعليك من درئه، عليك من دفعه، عليك من استيعابه، ولا تقبلن ذلك بحال من الأحوال. وأما ثانيا قال سليمان بن يسار من أحسن نفسك كان من أحسن سواجة، فدخلت عليه امرأة فسامته نفسه فامتنع عليها فقالت إذا أفضحك. يعني أنا لو أقول لكم هذه الأمور كيف تكون يا ربي؟ يعني بعدما تذهب وتعطي وتموت وتنام نوما مريحا، بعد ذلك تترفع وتقول سأفعل وأفعل وأفعل. قالت سأفضحك فخرج إلى خارج وتركها يعني في منزل. يعني ما هم شيء في هذا الباب، ما دام ينظر إلى السماء فإنه لا يهتم بمن في الأرض. قال رأيت بعد يوسف فيما يرى النائم فكأني أقول له أنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم تهم. وطبعا هذا الكلام فيه نظر كبير، لأنه يعني فيه كأنه بمضمونه يرفع يعني أحد المسلمين على يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام يعني من الأنبياء، بل من كرام الأنبياء، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.